متابعينا متابعة البول دوت كوم، أهلا بكم مرة تانية في حوار جديد. معانا كابتن أمين عبد النبي المحترف المصري في الدوري الإماراتي. أهلا وسهلا بك كابتن أمين في البول. اهلا بحضرتك كابتن، واهلا بمشاهدي موقع في الجول. خلينا نتكلم الأول عن تجربتك بره مصر. إيه اللي دفعك إنك تجرب بره مصر، والتجربة كانت عاملة إزاي بالنسبة لك؟ والله انا التجربه اللي دفعني كان يعني قبل ما اطلع من مصر، يعني كان حصل معايا موقف كده، فنسكيب الموضوع ده دلوقتي ونكمل في السؤال. فهو ده دفعني، انا سافرت وانا عندي تقريبا 17 سنه. فاول حاجه سافرت الاول على تركيا، بعد كده قعدت فترة هناك. في الأول طبعا أنا لوحدي، الوضع مش أحسن حاجة. بعد كده رحت مكان عمرانيا سوبر ليج، فقعدت مع الفريق فترة كبيرة ولعبت معاهم وكده، وكان يعني حلمي أو إن أنا كنت عايز ألعب أكمل في أوروبا أو كده. فطبعا الوقت ده أو الفترة دي كان السنة اللي فيها كورونا، فطبعا كل ده إحنا قعدنا وبدأ كل حاجة قفلت، وقعدنا فترة كبيرة، يعني قعدنا فترة كبيرة في البيت هناك. طبعا كان يعني مش زي بقية البلاد أو كده، احنا كان هناك الوضع كان صعب جدا. فطبعا الوضع طول وكده، فاتجهت إن أنا الإمارات، يعني كانت أول بلد هي فتحت وكانت الدنيا فتحت فيها وكده. وأنا قبل أول فترة كورونا كان ليا تواصل مع ناس هنا في البلد وكده، وكان في كلام وكلام، بس ما كانش فيها يعني ما كانش في حاجه اللي هي دايركت، يعني كان كلام بس وانا هناك وهم هنا وخلاص. فلما الوضع يعني خلاص كده وكل حاجه يعني كانت واقفه، فطبعا جيت هنا على كان في حد هنا مواطن في مكان هنا من فرق التوب ليفل، فتواصل مع اداره النادي هناك عندي وكده، انا وصلتهم ببعض يعني. فهو اتكلم معاهم ان انا في مكان كبير وانا سني صغير، وهو هنجيبه فريق اول وكده، والناس مرحبه بيه والناس عجباهم اللاعب. فاتكلم مع الناس وكان الموضوع تمام، فالناس ما كانش فيها عندهم مشكله، قالوا له احنا يعني برغبه اللاعب، انا يعني اقول اه لا كده، لان انا كده كده احنا قاعدين ما فيش حل. فانا كنت مرحب جدا بالفكره، وانا قلت لهم انا عايز امشي، وعايز اخد يعني عايز اخد الخطوه دي، ان انا مش عايز اقعد او مثلا استنى حاجه في علم الغيب، انا ما اعرفش احنا نرجع امتى او كده. فالناس دي كانت خلاص خدوا خطوه اللي هم هيبداوا، وكان الفريق ده طالع معسكر في المانيا. فتمام، واتكلمنا وخلاص، والناس قالوا لي هنخلص يعني نظبط ورقك هناك وكده، وخلاص الموضوع خلاص تمام. واتكلمت مع اداره النادي هنا في الامارات، وخلاص يعني قالوا لي انت هتطلع مع الفريق معسكر، كان عندهم معسكر في المانيا. فلحد كده كان الموضوع كله تمام وماشي. فطبعا جيت هنا، فاول حد يعني اول حد رحت قعدت معاه سلبياد ومشيل سلبياد، هو لاعب ريال مدريد طبعا غني عن التعريف. فده كان اول حد هنا في البلد يعني انا استقبله، كان وقت احنا قعدنا ويعني كان بيشوف وضعي او كده. فطبعا الفرقه اللي انا كنت جاي عليها وراحوا المعسكر، فهم كان قدامهم تقريبا اسبوع او اسبوعين، كانوا لعبوا ماتشات وديه وكده، كنا راجعين البلد تاني. فطبعا سلبياد قال انا خلاص انا شفت اللاعب وهو يعني معانا. فانا كنت شايف وقتها ان انا يعني في الوقت اللي انا اكون معاه احسن، كان هو هيطورني وكان الناس اللي موجوده. انا كنت شايف ان انا من وجهه نظري انا شايف ده المكان اللي انا هرتاح فيه، او ده المكان اللي انا هعرف يعني قيمتي هتبان فيه، والناس كانت مقدراني ومدياني ثقه كبيره. فقلت خلاص تمام. هو اتكلم وقال انت يعني برضو كل ده بيرجع في رغبتك في الاخر، يعني انا اقول امشي اقعد كده. فانا قلت له لا انا معاك. واضح ان علاقتك حلوه قوي بسلجادو، واضح ان في علاقه مميزه بينكم وبين بعض، واضح ان انت بتقدره جدا رغم انك طبعا ما يمكن ما لحقتش تعاصره كلاعب. بس تتذكر ايه عن سلجادو كلاعب، وايه اللي ممكن يكون طبعا من خبرته كلاعب؟ والله هو سلجادو يعني غني عن التعريف، انا يعني مش انا اتكلم او حد، بس هو انا طبعا قبل ما اروح او كده انا ما يعني ما كانش عندي علم كافي، زي طبعا ما انت قلت هو في عصر وانا في عصر تاني خالص. بس يعني انا لما قعدت واتكلمت وكده، فهو طبعا قيمه زي سلجادو، انا طبعا يعني اسمه معروف، وكمان هو كان عندنا كمان في المنتخب في الجهاز بتاع المنتخب، فانا كان عندي علم يعني مش كافي ان انا يعني واعي او سلجاده او كده. بس يعني طبعا يعني كان هو بيقول ان انا في لعبه في يعني في شبه بيني وبينه، هو في مركز تاني خالص وانا في مركز، بس هو كان يعني لما اتكلمنا وقعدنا
هو كان بيقول ان انا يعني هو يعني حب ان انا ابقى معاه او كده، وهو اختارني. احنا عندنا في الفريق مش هو اللي بيختار او كده، بس هو قال لي يعني انا شايف ان انت سنك صغير، وحاسس يعني شايف فيه اللي انا في بدايته. يعني هو برضه لما كان في بدايته وكده، فكان بيقول لي عندي نفس الحماس ونفس طريقة اللعب، اللي هو انا عندي التمرين زي الماتش، زي كل حاجة زي بعض، ما فيش مثلا هزار بره هنا. فهو طبعا سلجادو كان معروف ان هو في الملعب يعني زي ما يعني الناس كلها عارفة يعني. هو كان حاجة يعني ان شاء الله، ان شاء الله نوصل لحاجة زي ما هو وصل كده بإذن الله يعني. قلت من شوية إن في موقف كان هو سبب إنك تاخد قرار إنك تسافر بره مصر. أه والله انا في مصر يعني بعد الفتره اللي انا لعبت فيها، انا في الاول احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده، انا في الاول براعي من الاهلي تمام. بعد كده رحت مكان في مصر، انا عشان مش هينفع بدون ذكر اسماء او كده، لان الموقف اللي انا احكيه كان في ناس دلوقتي هم قامه ولهم اسمهم في مصر، يعني اسماء كبيره في مصر، فهم اكيد يعني هم هيشوفوا اللايف ده، فهم هيفتكروا الموقف ويعرفوا كل حاجه كانت حصلت. فانا فضلت كنت في مكان كده مكان ما يعني، قعدت معاهم تقريبا سنه، كل حاجه تمام وورقي وخلاص، خلص حاجتك هات مش عارف ايه، كل حاجه كانت تمام والدنيا حلوه. فجيت قبل الكيد بيوم يعني، ما فيش يعني حتى ما فيش يوم، ده قبل الكيد على طول لقيت نفسي ان انا في الشارع بدون اي مقدمات بدون اي سبب، يعني ما كانش في سبب واضح او سبب معين ان انا مثلا طريق لعب مش يعني اي سبب ايا كان، ما كانش في سبب واضح ولا اقل سبب ان انا امشي مثلا ان انا بقيت كده يعني. حتى انا لما خلاص وكل حاجه ان انا خلاص ماشي، ما حدش اداني سبب واضح. انا من حقي ان انا كنت مثلا اعرف ان انا ايه العيوب، او ايه مثلا اللي انا عملته غلط، او مثلا انا مش قد المكان ده طيب، او ان انا مش قد ان انا العب في مكان زي ده. لكن طبعا ما فيش اي سبب ولا خدت اي سبب صريح وواضح. فطبعا بعد كده انا خدت فتره كده يعني زي ما تقول كده اكتئاب او بتاع، انا كنت خلاص يعني كنت مقرر ان انا مش كوره تاني، مش يعني ما ان انا مش العب او كده، كان سني صغير وكده. فطبعا كان احمد اخويا ده دايما السبورت بتاعي، فهو اللي كان في داري، وطبعا اهلي، فده ما كانش قراري لوحدي، انا في ناس مسؤوله عني، وفي ناس انا يعني ده مش قرار ان انا اقرر انا خلاص خلاص، لا انا في ناس معايا وفي ناس في داري، يعني اهلي دول هم ليهم حق عليا، فهم فضلوا يعني في داري وطلعوني من المرحله دي بصعوبه يعني. انا خلاص كانت سنه في البيت يعني ما فيش. فهنا جاء خدت قرار من هنا بعدين، اللي هو انا يعني قول مثلا شهرين خدت مساحتي في الزعل في كل حاجه وخلاص وتمام. فبدأ بقى موضوع من خلاص انا هاخد القرار ده وهاخد الريسك في حاجه زي دي، ما كانش فارق بقى سن. الموقف ده بس عشان الدنيا ما تبقاش بس الموقف ده حصل في الأهلي لا 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 مش في احنا الأهلي. صح، احنا خدنا لا لا احنا خدنا الشفت على طول. لا انا قلت لك في الاول براعم، أنت كنت بعد براعي كده جه بالأهلي، بعديها كان الموقف ده حصل في أحد الأندية. احد الانديه، أحد الأندية طيب. وأندية يعني مش نادي عادي أو نادي كده، لا نادي يعني بدون ذكر أسماء يعني. كابتن آمل، على ذكر النقطة اللي تعرضتله هنا في أحد الأندية في مصر، هل تعتقد أن قطاعات الناشئين في مصر في الوقت الحالي لم تعد جاذبة للمواهب ولم تعد ترعى المواهب بالقدر الكافي، بتشجع اللعيبة على أنها تحاول أنها تدور على فرصتها بنفسها بره البلد؟ طبعا لا يعني طبعا مفيش حاجة كده يعني، طبعا واضح للناس كلها عندنا في مصر الوضع ازاي. يعني بس هو الأول في الأول وفي الآخر بيرجع لعقلية اللاعب مثلا، أو هو طموحه فين، أو يعني مدى عقليته اللي فين يعني وصل فين بس، فهو ده الفرق يعني مش بالنسبة للنادي أو كده. فاحنا طبعا عندنا معروف النظام، أو المفروض الأندية ازاي بتتعامل ازاي مع اللاعب أو كده، فهي بترجع برضه في الأول وفي الآخر لعقلية اللاعب. ولكن خلينا نقول ان الواقعة اللي حصلت معاك بان فجأة قبل اغلاق باب القيد فجأة ما يبقاش ليك مكان، الواقعة دي متكررة حصلت مع اكتر من لاعب وبدون اداء اسباب ايضا. فعلا والفترة اللي فاتت دي حصلت مع ناس كتير فعلا في الدوري واللاعيبة كتير يعني، عدد يعني مش عدد معين لا، ده يعني بتحصل كتير فعلا زي ما بتقول، فده الطبيعي اوريدي عندنا يعني في مصر.
شايف إن في حاجة تقدر منظومة الكرة المصرية عموما تقدمها عشان تمنع تكرار الوضع ده؟ والله هو في الاول وفي الاخر يعني ده بيكون يعني الاجهزه اللي هي يعني بترجع برضو للناس اللي هي المفروض الاتحاد بتاعنا، فهو المفروض هو اللي بيحط الحاجات دي، او هو اللي بيكون في ليميت معين للناس كلها تمشي عليه. فلو في حاجات او مثلا بيتحط ليميت معين او بيتحط اي ايا كان مثلا حاجات صارمه لان كل يمشي عليها، زي مثلا زي انت يعني بره ما بنشوفش طبعا الكلام ده خالص، وبيحصل انا مش هعمم بس بيحصل طبعا في بعض، بس ده يعني بنسبه قليله جدا، لكن احنا ده واضح عندنا. فوالله هو في الاول وفي الاخر بترجع لقرارات الاتحاد، الاتحاد يحط مثلا قرارات للانديه كلها، كل الكل يمشي عليها، صغير كبير اي حد يمشي على الحاجات دي، فطبعا مش هنشوف الحاجات دي خالص. واحنا يعني دلوقتي يعني دلوقتي الحمد لله احنا الدنيا عندنا بدأت الوضع بقى يعني كويس، وبدأ الاتحاد بقى بيشوف وبدأ بيهتم بالحاجات دي كلها يعني الفترة دي. خلينا نرجع لسلجادة دلوقتي، انتوا على حد علمي صعدتوا للدرجة الأولى، فعلا صعدنا للدرجة الأولى. هل شايف مستقبلك هناك دلوقتي في الدوري الإماراتي؟ والله في الحالي يعني لسه مش مفيش حاجة واضحة إن أنا مثلا أبقى القرار اللي بعد كده إيه. أنا كان كل يعني كل تركيزي إن السنة اللي فاتت إن إحنا كنا على الصعود، إن إحنا كنا يعني كان في قرار ماشيين فيه إن إحنا خلاص كله كان في الأول إن إحنا لازم، وده يعني الحمد لله ده حصل. إحنا تقريبا في أوجه الدوري بعد الدور الأول أو بعد يعني دي ما حصلتش، إحنا خدنا يعني حسمنا الدوري خلاص كنا إحنا الأول كده مفيش. بس هو يعني المفروض ان يعني في حاجات كده اللي هي حصلت يعني عشان الفتره الجايه او كده، ان انت بتقول يعني هيبقى ايه اللي قدامي او كده. فانا عشان بس كان في حصل ظرف ان والدي توفى من فتره قريبه جدا، فده قبل يعني في الفتره اللي هي احنا بناخد الدوري يعني بعد الفتره دي بالظبط، فكان البقاء لله، في حاجات كتير بقى ايه؟ البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبرك يا رب. يا رب. فكان هي الفترة دي بس يعني كان الوضع صعب شوية، كان برضو يعني ده يعني في وقت مش يعني ما كانش فيه حل أو فيه حلول إن أنا أفكر في أي حاجة خالص، أو إن أنا أصلا ألعب أو أكمل تاني أو كده، يعني كان زي حضرتك فاهم. فيعني الفترة دي بدأت إن أنا أفوق، بس عشان يعني ده اللي والدي كان عايزه، إن هو يعني حتى قبل ما يموت كان دايما كده، ما فيش يعني حاجه تاثر او حاجه تقف في طريقك، انت يعني ضحيت كتير وكان يعني ده مش وقت ان انت ترجع وكده، لا فكمل. فده يعني ده كانت رغبته، فاللي هو بحاول يعني اتماسك وارجع لنفسي تاني لان هي حياتي. أهلاوي ولا زملكاوي؟ باختصار شديد. يعني والله مش عارف يعني مش كلمنا أكتر عن تجربتك مع ميشيل سالجادو بشكل شخصي. والله انا تجربتي معاه ان هو يعني مش مدرب او مثلا رئيس نادي او كده، لا انا التعامل بيني وبينه يعني مش عارف اوضح ازاي، بس هو يعني زي هو بيعاملني كزي ابني في كل حاجه، في الملعب بره الملعب، يعني التعامل بيننا مش هو لاعب، هو مش التعامل اللي هو ميشيل سالجادو لاعب ريال مدريد والكلام، لا خالص بالعكس، مفيش اي حاجه من دي. فهو التعامل بينا شخصي لمدى بعيد، فانا حتى ما هو مظاهر عندك في الصوره يعني الصوره دي كانت عنده في البيت بتاعه. طيب كلمنا مثلا عن الزيارة دي، مثلا لما كنت قاعد معاه في البيت، التعامل لا هو كان عامل لنا زي كان عامل لنا زي بارت كده في البيت، والمدربين الجهاز وكده، فاحنا كنا يعني سهرانين عنده في البيت وكده مع عيلته واهله، قعدنا قضينا يوم يعني يوم كامل في البيت، بس وقعد صورنا الصورة دي وكده. فهو ده الطبيعي بتاعه دايما، يعني دايما ده الطبيعي، فهو العلاقة بينا يعني كويسة جدا زي ما قلت لك في الأول، اللي هو مش معاملة اللي هو لاعب وهو مشيل والكلام ده، لا خالص.
يعني حتى برضه احنا في اول السيزون يعني كان حصل اجتماع وكده في الاول قبل ما نعرف ان احنا في صعود في اي حاجه، كان هم اتكلموا معايا في الاول خالص، قالوا لنا احنا قبل ما نصعد حتى احنا لو مثلا صعدنا انت اول اسم موجود في الفرقه. ده كان في الاول خالص، لان انت لما بتصعد في بيكون ليميت معين لعيبه بروفيشنال لعيبه كده، فبيكون في ليميت معين محدود، مش اللعيبه مش اللي هو اوبن كله لا. لو جيت لو الطريق بتاعك كان خطوتك الجاية هي الرحيل عن الدوري الإماراتي في الوقت الحالي، هتستشير ميشيل سجادو قبل ما تاخد الخطوة دي؟ هل هيساعدك مثلا في اختيار الخطوة الجاية؟ أكيد أكيد، أنا زي ما قلت لك هو يعني في أي حاجة باخد رأيه، ومثلا بقول له هو طبعا يعني عنده العلم الكافي عن الحاجات دي كلها، فأنا طبعا هو من زمن وأنا في زمن تاني خالص، بس هو يعني أي حاجة أنا طبعا باخد رأيه أو بستشيره أو أقول له. هو طبعا التعامل بينا مش زي إن أنا في نادي والنادي بتاعه كده لا، فهو أنا يعني هو شايف أنا مصلحتي أو كده، فهو بيكون دايما جنبي في الكلام بقى وكده. لو الخطوة اللي جاية كانت في أوروبا، تتمنى تلعب فين في أوروبا؟ في أوروبا والله في الدوري الأسباني، أنا في الأول كان الدوري الإنجليزي وكان ريال مدريد صراحة، ومش عشان سلبي أو كده لا والله خالص، بس هو يعني فاهم دلوقتي أكتر اللي هو دلوقتي قوي الدوري يعني، فهو لو الخطوة دي فإن شاء الله ريال مدريد. ريال مدريد بس مش عشان سجاده. لا بتحب ريال مدريد من زمان يعني. من زمان زمان جدا. لا والله هل في مفاوضات للعب في الدوري المصري؟ ده فترة قريبة يعني بعد ما فنشنا السيزون، فمن فترة قريبة جدا في حصل مفاوضات مع الوكيل بتاعي كابتن بدير في أكتر من مكان في مصر دوري ممتاز، بالفعل حصل في تفاوضات بينهم الفترة دي، ومش في مصر بس يعني في وفي هنا في هنا كمان عندي في الإمارات وفي بره الإمارات كمان، بس الأبروف اللي هو يعني الأكثر يعني جدية اللي هو بره هنا غير مصر وغير الإمارات كمان، في مفاوضات برضو في مكان بره، كل ده طبعا مع الوكيل، فاحنا بندرس الخطوة الأول اللي أنا هاخدها إيه، فبنشوف الوضع الحل الفترة الجاية هيبقى إيه أو كده. أنت على المستوى الشخصي بتفضل البقاء في الإمارات ولا العودة لمصر؟ والله أنا دلوقتي يعني الوضع يعني زي ما قلت لك عشان الظروف اللي حصلت الفترة اللي فاتت أو كده وفاة والدي أو، فأنا يعني شايف إن أنا الفترة دي محتاج إن أنا ممكن اخد الريسك في مصر، وبقول الريسك مش عشان حاجه لا، بس هو فعلا يعني هو فعلا كده، فهو طبعا خطوه ان انا يعني انا كنت عايز اكمل بره وباذن الله يعني يحصل، بس انا شايف ان الفتره دي دلوقتي ده الوقت المناسب او الوقت اللي انا ممكن يعني متاح لي او كويس لي الفتره دي. هل شايف مثلا إن خطوة زي الرجوع لمصر ممكن تفتح لك باب تاني للاحتراف بره بعد كده؟ مثلا موسم أو اتنين في الدوري المصري؟ أكيد أكيد بإذن الله، إحنا في الدوري المصري مش يعني مش دوري مش قليل برضو، فأكيد أنا وإن شاء الله أنا يعني ناوي إن هي هتبقى خطوة زي كده، وناوي إن أنا أطلع تاني، يعني ده مش قرار إن أنا خلاص لا لا، أنا بإذن الله هكمل تاني وهطلع تاني بإذن الله، فهو ده يعني ده اللي أنا ماشي عليه وده اللي أنا يعني كنت عايزه، بس زي ما قلت لك هي الفترة دي بس، عشان الأمور دي بس مش اكتر ولا اقل، فان شاء الله في رجوع تاني بره برضه باذن الله. انا يعني برضه انت زي ما قلت لك ان انا اخد ريسك ان انا ارجع مصر او كده، زي ما انت حضرتك سالتني السؤال اللي هو لو البقاء ان انا افضل هنا مثلا او ارجع، فانا مش شايف دلوقتي ان انا عايز ارجع بسبب اللي كان حصل معايا قبل ما اطلع خالص، فانا شايف ان ده الوقت الصح ان انا ارجع اثبت نفسي لا اللي انا اللي حصل ده ما كانش صح، وانا كده كده يعني انا واخد قراري ان انا هكمل بره يعني باذن الله، يعني ربنا سهل يعني وربنا يبقى معايا من غير ما يحصل حاجه او كده، فان شاء الله انا واخد قرار. بالنسبة للمنتخبات،
هل حصل تواصل بينك وبين الأجهزة الفنية للمنتخبات في الأعمار الصغيرة؟ وهل شايف نفسك في خلال قد إيه ممكن توصل للمنتخب الأول؟ والله مش فترة كبيرة، أو يعني مش صعب دلوقتي الفترة دي، يعني مش صعب، ومش صعب يعني عليا إن أنا، هي الفكرة بس فيها في مسألة وقت، وطبعا ده لازم إن أنا أكون رجلي في ملعب، وطبعا مستوى وكده، فده الطبيعي يعني. هي الفكرة بس كلها في مسألة وقت. أنا يعني أنا إن شاء الله، أنا زي ما قلت لك في الأول، أنا عندي تمرين زي ماتش زي كل حاجة، فأنا عندي في الملعب ده حاجة، بره الملعب حاجة تانية خالص. فانا شايف ان هو يعني مش صعب، او في الوقت الحالي مش صعب عليا ان انا العب منتخب اول، مفيش حاجه، او مثلا مفيش سبب معين ان انا لا، يعني سهل باذن الله يعني. بتلعب في وسط الملعب. اه كوري بيقول إن بتقدر تلعب في أكتر من مركز على الدايرة نفسها. تقدر تلعب ارتكاز، تقدر تلعب ثمانية، وأعتقد حتى بلعب 6 أو 8، إيه؟ تقدر تلعب 10 كمان. أقدر ألعب. أنا في الأول أصلا كنت هاف، أنا كان في البداية كنت خفيف لسه، بس بعد كده أنا دلوقتي 8، بلعب 6 و8، يعني ده مركزي حتى عند في النادي اللي أنا فيه في سان ميشيل، برضه كنت 6. مين تقدر تقول إن هو مثل بالنسبة لك في المركز ده في مصر؟ عموما مش شرط دلوقتي. في مصر والله مش عارف، هو انا كان في حد عن سلجاب، او المدرب عندنا كان بيشبهني بحد كده، كان اسمه روي كين، كان لاعب مانشستر، بس ده زمان، مش عارف عندك درايه بيه او لا. فهو يعني ما اعرفش، هو ده يعني كان اقرب حد، هم كانوا دايما يعني كانوا يقولوا لي هو انت يعني زيه كده، فهو انا يعني شفت روي كين او ده، ف يعني حاجة كده يعني، فإن شاء الله أوصل له يعني بإذن الله. بس هو كان دايما كده، كان حتى في التمرين وكده يقول لي أنت طريقة لعبك شبه روتين. روي كين كان من اعظم اللعيبه اللي جت في المركز ده في مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي عامه. كان اجريسيف جدا، ما كانش بيبطل جري، ما كانش بيخاف يحط رجله في اي حته. دي حقيقة، هو دايما بيقولوا لي كده يعني، احنا حتى دايما قبل أي ماتش أو كده المدرب يعني بيقعد يتكلم معايا إن أنا أخاف على نفسي، يعني ده ماتش، ويعني خاف على نفسك في الملعب، اللي هو يعني ما تحاولش ان انت عشان ما يحصلش حاجه كبيره او كده، فكان دايما الكلام يعني الكلام كده. فهو بصراحه انا يعني هو قال لي على رويتين ده، فانا هو يعني ده اقرب، يعني اقرب واحد لطريقه لعب بصراحه. كابتن آمن عبد النبي، نورتنا، سعداء جدا بالحوار معاك على الفوتبول. أنا سعيد أكتر، وأنا اتشرفت بإن أنا كنت موجود النهاردة في موقع في الجول.